مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي هنتكلم فيه النهارده ليله مباراه الاهلي والداخليه. الاهلي ما شاء الله زي ما اتفقنا قطر، بسم الله ما شاء الله للمره المليون، ماشي ما يعرفش حد، كل اللي بيقابله بيدوسه. كابتن حسام البدري والفرقه بتاعته ما شاء الله عليهم حاجه تفرح، مفرحه كل الناس، مفرحه الجمهور واقنعتهم كمان. كل الاهلاويه قاعدين حاطين رجل على رجل، عارفين الاهلي ان شاء الله هيكسب في الدقيقه الاولى الثانيه العشره العشرين حتى الوقت بدل الضايع. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن حسام البدري والفريق، وان شاء الله داخلين على افريقيا وعايزين افريقيا، هي ده المطلب الوحيد بتاع جماهير الاهلي، عايزين افريقيا عشان يفرحوا، هي دي البطوله اللي بتودينا كاس العالم للانديه. ان شاء الله معانا بكره يا جماعه حاجه كبيره جدا، معانا بكره الساحر، النجم الكبير جدا اللي غير شكل التدريب في مصر، اللي اضاف واتضاف له، اضاف نادي الاهلي، واكيد طبعا استفاد النادي الاهلي الكوتش الكبير جدا مانويل جوزيه. استنونا بكره بعد مباراه الاهلي والداخليه، حوار اول مره تسمعوا اخبار، تسمعوا اسرار، هتعرفوا كل حاجه مستر مانويل جوزيه كان مخبيها قبل كده. ان شاء الله يبقى حوار مميز جدا لجماهير النادي الاهلي تحديدا، ولكل الجماهير اللي بتحب مستر مانويل جوزيه. قبل ما ندخل ونستقبل ضيوفنا الكرام، عايز اقول لكم اخبار بسرعه جدا. طارق قنديل رئيس بعثه الاهلي في الجابون في ماتش العوده ان شاء الله، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اسند مهمه رئاسه بعثه فريق الاول لكره القدم النادي الاهلي في الجابون الى الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. اكيد الاستاذ طارق قنديل نسق مع كابتن سيد عبد الحفيظ، او نسق مع كابتن سيد عبد الحفيظ علشان يشيلوا اي صعوبات، يشوفوا الفنادق، الاقامه، عارفين الكابتن سيد معوض كان راح، الكابتن سيد عبد الحفيظ اتصالات على طول، الدنيا شغاله عشان يوفروا او يوفروا الاجواء المناسبه لاقامه الفريق ان شاء الله. دايما البدايه بتبقى صعبه، ان شاء الله الاهلي يجتاز هذه المرحله. فريق موانانا الجابوني بالقاهره ان شاء الله، اول مونانا اول لقاء ان شاء الله، لقاء الذهاب يوم 6 مارس المقبل في استاد القاهره، 5000 متفرج هيهزوا استاد القاهره ان شاء الله، وكنا عايزين اكتر من كده، وكنا دايما بنقول يا جماعه الجمهور الجمهور ان شاء الله الجمهور يرجع تدريجيا. كابتن حسام البدري اختار 19 لاعب لمباراه الغد، 19 لاعب هم محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي العملاق، كل التوفيق ليه وكل التوفيق لاكرامي وعلي لطفي معاه، محمد الشناوي وعلي لطفي، خط الدفاع محمد نجيب وايمن اشرف واحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني، خط الوسط حسام عاشور، عمرو السوليه وجونيور اجاييه وكريم ندفد وهشام محمد واسلام محارب وبكماني ومحمد شريف ووليد سليمان، وفي الهجوم وليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن. في الغيابات غاب فنيا عن هذا اللقاء شريف اكرامي وسعد سمير. سعد اللي خلاص بدا يدخل في الفورمه، كان جاله شويه برد بعد الاصابه، احنا قلنا قبل كده يذبح، ما اعرفش بقى هو بيذبح ولا مكنز الفلوس بتاعته مش عارف. وصابر رحيل وحسام غالي واكرم توفيق واحمد ياسر ريان وميدو جابر ومحمود الجزار، دول لاسباب فنيه. للاصابه باسم علي، باسم برده بدا يدخل في الفورمه برده اصابه وخد برد، الزار سعد سمير عداه وعبد الله السعيد اصابه ايضا، ورامي ربيعه واحمد حمودي. سعد سمير زي ما قلت لحضراتكم بيتمثل للشفاء، ان شاء الله يكون موجود في المباراه القادمه. ايوب ايضا الكابتن احمد ايوب بيغيب عن لقاء عن مران الاهلي اليوم لاسباب عائليه، ان شاء الله كل التوفيق وما يكونش في حاجه وحشه يا كابتن ايوب. وباسم علي يواصل التاهل، احنا قلنا طاقم تحكيم مالي لمباراه الاهلي ومنانا الجابوني، طاقم تحكيم مالي، يا رب ما نعانيش بقى من الاول، يعني يا رب يكون الاتحاد الافريقي يعني خلاص الكاس راحت بفعل فاعل زي ما بقوله دايما هقول، فيا رب يدونا ابسط حقوقنا، ابسط حقوقنا، التحكيم العادل، التحكيم العادل. اختار تراوري حكم ساحه وموريبا وكاموري نياري، دول حكام حكم الساحه والحكام المساعدين. الاتحاد العربي يطالب او يطلب مشاركه الاهلي والزمالك والاسماعيلي في دوري العرب. تلقى اتحاد كرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد العربي لكرة القدم يطلب فيه مشاركة الثلاثي الاهلي والزمالك والاسماعيلي في دوري ابطال العرب. الاهلي تحديدا يا جماعة لازم يكون مشارك في اي بطولة عشان تنجح، عشان تنجح، مع احترامي لكل الاندية، اكيد الاهلي والزمالك والاسماعيلي فرق كبيرة، لكن الاهلي ببطولاته وانجازاته وارقامه مع نادي الزمالك طبعا نادي الاسماعيلي اكيد بيضيفوا النجاح لاي بطولة. دي كانت اهم الاخبار
بتاعتنا موضوع عبد الله السعيد واحمد فتحي طال الكلام فيه قوي. احنا قلنا عبد الله السعيد واحمد فتحي ما شاء الله لعيبه، احمد فتحي عايز اقول مقاتل قبل ما يكون لاعب، يلعب ناحيه اليمين، يلعب مساك، يلعب ديفندر، يلعب باك شمال، شفناه في كل حاجه، لعيب مقاتل، لعيب مخلص جدا، لعيب من اخلص اللعيبه اللي انا شفتهم في حياتي. ايضا عبد الله السعيد لعيب ناضج جدا جدا في النادي الاهلي، لعيب دلوقتي من احسن لعيبه في الدوري المصري، لعيب ما بيختلفش عليه ثلاثه مش هقول اثنين، لعيب ضاف كمان في النتائج الاخيره النادي الاهلي، لعيب هير تقول عبد الله السعيد عبد الله السعيد ومفيش بديل لعبد الله السعيد في مصر، ده راي الجماهير ودي حقيقه، لكن الواقع غير، الواقع بيقول ان النادي الاهلي عمره ما وقف على حد. دايما بكرر وبقول الجمله دي، النادي الاهلي هو اللي بيكبر والنادي الاهلي اللي بيسيبه هو اللي بيخسر كتير جدا. النادي الاهلي وراه جمهور محدش بيعرف قيمته غير اللي بيحتك بيه فعليا، وانا بستغرب بصراحه ان اللعيبه ما تضحيش. طبعا احمد فتحي وعبد الله السعيد احنا قلنا لعيبه من احسن اللعيبه اللي جم النادي الاهلي على مدار التاريخ، يعني احنا في لعيبه كده بتعدهم هتلاقي منهم عبد الله السعيد واحمد فتحي، فخلاص القصه دي خلاص عبد الله السعيد واحمد فتحي على دماغنا من فوق. لكن انا بتكلم في العموم، بتكلم للجماهير الاهلاويه، دايما الاهلي هو اللي بيضيف، دايما الاهلي هو اللي بيعمل، دايما الاهلي هو اللي بيكبر، دايما اللي بيمشي من الاهلي هو الخسران. شفنا نماذج، مش عايز اتكلم على الحضري، مش عايز اتكلم على ابراهيم، مش عايز اتكلم عن نماذج ونجوم خرجوا من النادي الاهلي دلوقتي بيتمنوا يرجعوا النادي الاهلي. اللي يعرف قيمه جمهور النادي الاهلي ويعرف قد ايه الجمهور ده داعم وسند في ظهر اللعيب بتاع النادي الاهلي ايا كان مين هو، عمره ما يفكر يسيب النادي الاهلي علشان حتى 100 مليون جنيه والله العظيم. وانت شفته بالادله، الجمهور بتاع الاهلي دوله بتسند اي حد، وخصوصا كمان لما يحس ان هو بيحب النادي بجد او بيحب المكان بجد او بيحب الشعار بجد، بصرف النظر هو بيلعب كوره، هو اداري، هو مدرب، هو مقدم، بصرف النظر عن اي حاجه. انا تجربه شخصيه عشتها مع النادي الاهلي يوم ما سبت المكان علشان المصلحه العامه، انا عملت كده ومش مستني اي حاجه، انا حسيت بعد كده من ردود فعل الناس ان انا بطل قومي، مع ان انا الموضوع كان بالنسبه لي عادي جدا. هو ده جمهور النادي الاهلي، لما بيحس انت بتحبه بيشيلك على دماغه من فوق. تخيل بقى اللعيب الكوره، جمهور النادي الاهلي، احنا قبل كده بيبو مش النادي الاهلي، اساطير كتير جدا مش النادي الاهلي، النادي الاهلي واقف عمره ما بيتهز ابدا، لكن الناس بتقول ده بيحب النادي الاهلي وده ما بيحبش النادي الاهلي. شفتوا الانتخابات الاخيره مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب الدعم ليه كان جمهوره، خلي بالكم جمهوره اللي هو اتمثل في اعضاء مجلس الاداره اللي جاله من بره بالالوفات، الالوفات اللي انتخبته والالوفات اللي ما كانتش عارفه تدخل، ده الجمهور خلي بالكم، مش اعضاء مجلس اداره، ده جمهور الاهلي اللي عارف هو رايح لمين وهو بيحب مين ومين بيحبه ومين ما بيحبوش. فعشان كده كلمتين بقى لعبد الله السعيد واحمد فتحي، فكروا مليون مره، الملايين عمرها ما هتساوي حب جماهير النادي الاهلي، الملايين هتيجي وهتيجي اكتر كمان لو قعدتوا في النادي الاهلي وبطلتوا في النادي الاهلي وختمتوا حياتكم في النادي الاهلي، لكن حق مشروع ليكم انتوا تسيبوا النادي الاهلي وتسيبوا اي مكان، حق مشروع ليكم، محدش يقدر يتكلم، انتوا عارفين مصلحتكم فين، لكن كلمه من اخ كبير، حب جماهير النادي الاهلي بمليارات الفلوس، والله العظيم ثلاثه بمليارات الفلوس، مفيش وجه مقارنه اساسا عشان اتكلم معاكم فيه. واسالوا الحضري، اسالوا الحضري اياميها كان في 20 مليون جنيه باين او حاجه كده، الحضري كان بيتمنى يرجع النادي الاهلي، الحضري ان فرصه او الفرصه اللي ندم عليها طول عمره ان هو ما يقعدش في النادي الاهلي. اسالوه، واسالوا اللي مشوا من النادي الاهلي، واسالوا الجماهير سندتهم واعرفوا بعد كده قرروا. قبل ما نطلع فاصل اقول لكم النتائج بسرعه جدا، الاتحاد السكندري نتائج جوله 26، الاتحاد السكندري وام بي 1-1، النصر والزمالك 2-1، طلائع الجيش وبتروجيت، انا بفكركم بالنتائج بسرعه، 2-1 لبتروجيت، الرجاء وسموحه 0-0، لاسيوطي والداخليه 4-2، الاسماعيلي وطنطا 2-2، الاهلي والانتاج الحربي 2-1، المقاولين والمصري بورسعيد 2-1، مصر مقصه وادي دجله 2-0 المقصه، النهارده الزمالك بيلعب مع طلائع الجيش، كانت اخر نتيجه اعرفها كانت 3-0، معرفش هي 3-0 لغايه دلوقتي، الزمالك مع ايهاب جلال، قلت لكم استنوا ايهاب جلال مدرب مميز جدا، مدرب شاطر جدا، مدرس ثقه وعايز استقرار، واسبوه ايهاب جلال هيعمل شكل تاني نادي الزمالك مع الوقت. وان شاء الله بكره طنطا والاتحاد السكندري، مباراه مهمه جدا في صراع
القرع والداخليه والنادي الاهلي، ومباراه مهمه جدا النادي الاهلي في تقدمه وحصد الالقاب وفارق النقاط، كل دي حاجات بتحسب للنادي الاهلي والكابتن حسام البدري. يوم الخميس ان شاء الله وادي دجله والرجاء سموحه، دجله والرجاء برضو ماتش مميت، دجله والرجاء ماتش مميت، دجله في امس الحاجه النقطه، كابتن رمضان السيد برضو في امس الحاجه النقطه، كابتن طارق العشري مع كابتن رمضان السيد ماتش مميت يوم الخميس ان شاء الله الساعه 3 الا ربع، سموحه والاسماعيلي الساعه 5، والانتاج الحربي والنصر الساعه 5، وانبي والمقاولون الساعه 7:30. يوم الجمعه ان شاء الله بتروجيت مع مصر مقصه، والمصري البورسعيدي مع الاسيوطي. دي كانت اهم اخبارنا. نطلع بقى فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، ضيوفنا الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي، كابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش، للحديث عن ليله مباراه الاهلي والداخليه. حضراتكم من جديد، نورني وشرفني الكباتن الكبار، كباتن مصر والنادي الاهلي، كابتن كبير كابتن ماهر همام، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك واهلا بيك، نور الدنيا، ربنا يخليك يا حبيبي. عامل ايه؟ وحشنا والله. كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي. ايضا نجم مصر نجم النادي الاهلي كابتن الكبير كابتن محمد حشيش، اهلا بيك كابتن. ازيك يا كبير؟ ايه الاخبار؟ بقالي فتره ما شفتكش. انا جيت لك اهو. طيب اهلا بيك. كنت بس يعني كده اجازه. ايوه خلاص. عايزين نبدا منين؟ زي ما انت عايز بقى. زي ما انت عايز. الجوله 26. زي ما انت، انا خليك تفتتح الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنناقش طبعا الاسبوع 26 عشان برضك نناقش الاسبوع 26 والانديه الاخرى. ماشي. طبعا اللي كانت موجوده في هذا الاسبوع على السريع جدا. الاسبوع 26 كان اتحاد سكندري وانبي انتهى 1-1، النصر والزمالك قول لي مباراه عايز تتكلم فيها من اللي انا اقولهم لك دول. النصر والزمالك 2-1، طلائع الجيش وبتروجيت 2-1، والرجاء وسموحه 0-0، الاسيوطي والداخليه 4-2، والاسماعيلي وطنطا 2-2، والاهلي والانتاج الحربي 2-1، المقاولين 2-1 على المصري، كسب المقاولين 2-1، ومصر المقاصه كسب وادي دجله 2-0. بص يا كابتن بيدو، احنا عايزين نتكلم على الاسيوطي عشان بصراحه المنظومه الاسيوطيه، محمود الاسيوطي رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين ومحافظه اسيوط كلها. ماشي. حقيقه طبعا وعلي ماهر بصراحه يستاهل ان احنا نتكلم عليه كمان على راسهم شويه. بصراحه يعني كان واضح جدا ان احنا كنا عملنا مداخله قبل كده يمكن الاسبوع اللي فات مع محمود الاسيوطي، واتكلم على منظومه الاسيوط الاحترافيه. اوكي. كان واضح قوي ان في استراتيجيه اتحطت من البدايه، ودي اللي فرقت زي ما احنا قلنا، عملنا مقارنه بينها وبين الانديه اللي بتهبط زي طنطا والرجاء والنصر. لا الاسيوطي حاجه ثانيه. يعني هو المنظومه ولا المدرب؟ لا المنظومه رقم واحد. طب كده شغاله؟ كانت شغاله بس انا بحب اتكلم في الحته دي قوي. كانت شغاله بس لازم القطاع اللي هو اللي هو الممتاز ده، القطاع لا اللي هو كانت شغاله ونزلوا. يمكن ما كانتش في استراتيجيه موجوده بالنسبه لمحمود الاسيوطي بهذا الشكل، يمكن ممكن يكون استفاد، الخبرات زادت. انت عارف برضك التجارب بتزود بشكل كبير جدا اكيد اكيد يعني. انا ما بنكرش دورهم طبعا. بس انا دايما بحب اكد على دور المدرب الكويس. اقول لك الخلاصه. قول لي الخلاصه. مدرب كويس، مجموعه من اللعيبه محترمين. ما هو المدرب كويس لازم تطلع حشيش حقيقي. نتيجه ايه؟ نتيجه الاداره. طب. الاداره رقم واحد. هي الاداره اللي بتبدا تبحث عن المدرب الكويس، بتبحث عن الاحترافيه اللي هي ممكن تخلي أنا معاي. الفريق الاداره في اختيار المدرب. طبعا دور الاداره في اختيار المدرب. بالظبط. انا اتفق معاك يعني تدريجيا. نمره واحد هنقول الاداره، محمود الاسيوطي هي العامل الاساسي والعامل المميز في نجاح اي منظومه. بالظبط. وعلي ماهر طبعا، يمكن هادي خشبه اولادنا، يمكن مدرب العام اللي هو كابتن محمد بردك معاهم، ابن ابناء النادي الاهلي. والمنظومه ديت انا شايف ان كانت فيها شيء من العلم والخبرات بشكل كبير. بس ده ما بقاش ظاهر للمشاهد او المتابع او الجمهور يا كابتن ماهر. يعني المنظومه في احترافياتها او في احترافيتها اسف ما بتبقاش ظاهره للجمهور، اللي بقى ظاهر للجمهور المستطيل الاخضر والشكل العام للفريق. ما
احنا بقى اللي بنظهر بقى يعني من خلال برنامج ذاكر الجميل ده تمام. حلو قوي حلو قوي. اه الجوانب الاداريه عشان نديها حقها. حلو قوي. الجوانب الفنيه خدت ميزه كبيره جدا بصراحه. يعني علي ماهر اول سنه بالنسبه له تدريب في دوري بعتبره دوري المحترفين دوري قوي جدا. علي خبرته يمكن كانت من خلال النادي الاهلي مع جريده ومع مارتن يول سنتين استفاد بيهم بشكل جيد. علي ماهر عامل حاجه كويسه قوي يا ميدو حشيش ان هو اختار عناصر الفريق اللي تساعده على النجاح. الخبره صحيح. لعب الوسط بعض من الناشئين اللي قدر يضيفهم. الحاجه الرابعه بقى اللي اضافها علي ماهر اختياراته في يناير ثلاث لعيبه افارقه على اعلى مستوى عملوا اضافه كمان كبيره جدا للجانب الفني بالنسبه لعلي ماهر وعمل نوع من الانتعاشه في اداء الاسيوطي. واحنا شفنا هنحاول ما تحاولوا تجيبوا لنا علي ماهر على التليفون يا جماعه لو سمحتوا حاولوا تجيبوه لنا على التليفون اتفضل يا كابتن. ومنهم بقى طبعا راس الحرب شيلونج دوت اللي واضح ان هو لعيب كويس قدر من خلال المباريات اللي شارك فيها ان هو باين ان هو اختيار جيد ومحطه من ضمن المحطات اللي بيعتمد عليها علي ماهر خلال الفتره اللي جايه. عندهم محمد رزق من اللعيبه اللي برضك قدروا يستفادوا منها في وسط الملعب بشكل جيد. عمر فتحي وعمر كمال وعندهم ده الاهداف بتاعت الماتش قدام حضرتك يا كابتن. ده شيلونج طبعا المهاجم ودي الخبرات اللي احنا بنتكلم عليها. صحيح. موجود لعيبه في نادي الاسيوطي تحسك بقى ان ثقه علي ماهر للعبته واضحه على ادائهم في ثقه بشكل كبير جدا. صحيح. على ملعبهم خطرين جدا بيختاروا. صحيح. عندهم نص ملعب مع الهوا يقدروا يستغلوه بشكل جيد. صحيح. وبيضغطوا على الفرق من بدايه المباراه. علي ماهر بيلعب بسيستم بصرف النظر كمان لان فيها كابتن مالك كويس حضرتك فتحت الموضوع ده. يعني في ناس يقول لك اصل الملعب الاسيوطي هم بيعرفوا يلعبوا فيه لكن الاسيوطي مقدم نتائج كبيره جدا برضو بره بالظبط بالظبط وبره ملعبه واحرج الفرقه الكبيره جدا بالظبط. يعني الاهلي بيكسب 1-0 الزمالك اعتقد كان متعادل معاه حاجه كده يعني مقنع. فانا عايز اقول لك ميدو ان منظومه الاسيوطي منظومه ناجحه جدا عايزين نتعلم منها بقى الفرق اللي هتصعد والفرق اللي هتنزل. يعني نتمنى طبعا ان طنطا والرجاء والنصر ان هم يستفادوا من هذه التجربه ويبقى فعلا من البدايه الفرقه اللي صاعده الاداره تبدا تفكر في الاستراتيجيه اللي هي تقدر تختار من خلالها جهاز فني تقدر تختار من خلالها لاعبين عندهم خبرات لعيبه مميزين ثلاث عناصر افريقيه ممكن يضافوا من بدايه الموسم من خلال هذه المراحل او النقط اللي احنا بنتكلم من خلالها ممكن يبقى الفرقه دي تقدر تقعد في الدوري الممتاز. تمام. انا هرجع لك برضه كابتن ماهر في الجزئيه دي لكن كابتن محمد كابتن ماهر قال ان الاداره وانا طبعا اتفقت معاه لكن ممكن المدير الفني يطلع الاداره شكلها وحش قوي مع انها موفر له كل حاجه. ما انا عايز اقول لك بقى حاجه هنا طبعا ممكن اول اداره تبقى مثلا حاطه عينها على مدرب معين وتجيبه والمدرب ده ما يبقاش على المستوى المطلوب بالزبط. او بمعنى اصح ما تبقى الكيمياء ما تجيش على مع اللعيبه او مع النادي ده. احنا شايفين ان طبعا الاداره اتكلمنا عليها قبل كده في حلقات سابقه اداره يعني عندها استراتيجيه معينه واضح ان رئيس مجلس الاداره عايز حاجه معينه عايز يوصل لحاجه معينه مش همه بس الاشتراك وخلاص أو يقعد بس لا ده هو عايز كمان يوصل لمرحله بعد سنه بعد سنتين لمركز كويس ويبقى في مربع ذهبي. ده انا عايز اقول لك الاختيار الفرق بينه وبين المركز الخامس اللي هو سموحة 7 نقاط. يعني انت بتتكلم على فرقه يعني لسه حديثه العهد وعامله كده. لن نغفل طبعا الكيمياء اللي بين علي ماهر وبين اللعيبه باينه جدا جدا. اهم حاجه انا بشوفها فرقه الاسيوطي اللي مركز عليها اعتقد علي ماهر هو الدافع النفسيه مع اللعيبه. بنشوف اللعيبه في كل المباريات كبيره وصغيره بيبقى كسبان الماتش اللي بعده عايز يكسب اصرار على المكسب المكسب بيجيب مكسب. علي ماهر بيلعب على النقطه دي بشكل كبير جدا. زي ما كابتن ماهر قال برضو في نقطه مهمه جدا هي اختيار اللعيبه كمان في
الـ يناير والنواقص وانت عايز ايه بالظبط والاداره انها كمان تحقق لك الموضوع ده وتلبي لك الطلب بتاعك في التدعيم في يناير. دي برضو حاجه يعني تحسب للاداره. علي ماهر ماشي بخطى كويسه زي ما بنقول المكسب بيجيب مكسب، ماشي مع الفرقه بشادد على الدوافع النفسيه، توليفه اللعيبه زي ما قلنا الانسجام ما بين الخبره والشباب. ولو لاحظنا كمان ان الفرقه ما تاثرتش بالولد اللي هو محمد عنتر اللي راح الزمالك وكان هداف الفرقه وراجل، ومع ذلك ما تحسش ان الفرقه اتاثرت. الفرقه الصغيره اللي زي دي او لسه حديثه العهد ممكن يعني لعيب ممكن يفرق معاهم جدا يا كابتن ماهر يعني وخصوصا الهداف الولد الهداف بالظبط كده. فمش حاسين بفرق، بل بالعكس الفرقه بتكسب وبتكسب ماتشات وبتكسب سكور وبيجي فيها جوان وبتكمل زي ما شفنا الماتش بيكسب سكور يعني سكور دي حاجه مهمه. اضافوا كمان بيسجلوا يعني الثلاثه الافارقه زي ما انت قلت خامس اقوى هجوم في الدوري. انت بتشوف يا كابتن ماهر الفرقه يعني بتمسك الكوره نقلتين ثلاثه قدام، هي باصه للجون مش مجرد استحواذ لا بالزبط. هي بتفكر في كل كوره انها توصل للهدف بتاعها. زي ما قال ميدو برضك حشيش انه جايبين 33 هدف خامس يعني اقوى خامس اقوى خط هجوم معدي الزمالك معدي سموحه الانتاج انبي المقاولين بتروجيت صحيح يعني. صحيح صحيح عبد الاسيوطي بيسجل اتحاد دجله هدف، دي حاجه بتحسب بصراحه للقوى الهجوميه وبتحسب للتكتيك طبعا اللي بيلعب بيه. علي ماهر طبعا معظمه بيبقى تكتيك هجومي صحيح بشكل صحيح تمام صحيح. عايز حضرتك تتكلم عن ماتش معين في الاسبوع؟ انا عايز طبعا عايز اتكلم على مباراه مصر المقصة وادي دجلة. اتفضل. لان انا مش عارف الحقيقة يعني انا من الفرق اللي بحبها جدا هي فرقة وادي دجلة، ما اعرفش السنة دي طبعا للأسف انت بتتكلم على وادي دجلة في المركز دلوقتي ال 15 تقريبا او 15 يعني من الفرق طبعا اللي بتصارع. ده دجلة عنده كمان لقاء مميت يعني عنده الرجاء. انت عارف يا ميدو المشكلة انا ما اتفرجت على الماتش بتاعهم يعني تحس ان اللعيبة كابتن ماهر على المستوى الفردي كمان قليلين. وادي دجلة وادي دجلة مش قادرين يعني حتى يجاروا الفرقة التانية. والاغرب من كده اللي هو بقى ينذر بالخطر يعني انهم تحس ان هم يعني مسلمين الفوطة خلاص، رامين الفوطة خلاص يعني ما فيش حافز ان انت ترتيبك لا يليق مع امكانيات والاسم اللي عمله وادي دجله في خلال فتره قليله انك تحارب وتصارع. في نقص طبعا في بعض اللعيبه بس النقص زي ما احنا قلنا ما يعملش الـ 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 النزول بالمستوى ده. اللعيبه المقصه طبعا الامكانيات الفرديه بتاع لعيبه المقصه هي اللي فرقت، وبالتالي الامكانيات الفرديه دي يا كابتن ميدو يعني هي اللي بتخلق المساحات والتكتلات و بتخلق الاهداف. الكلام ده ما شفناهوش يا كابتن ماهر في دجله خالص لغايه اخر لحظه الجون الاولاني والجون الثاني وهم مستنين انت بتتكلم مستنين الماتش يخلص. اللي انا اللي مستغرب له كمان معاهم مدرب على اعلى مستوى كابتن طبعا طارق العشري يعني هل الدوافع النفسيه هل في حاجه في النادي مأثرة على اللعيبة؟ لأن برضو اللعيب بتأثر بالإدارة. المدرب على أعلى مستوى إزاي يا كابتن محمد؟ من نتائجه قبل كده ومن المستويات اللي عملها مع فرق يعني قبل كده. يعني أنا ممكن أكون أصلا أنا بحب أتكلم في النهاية معاكم. تمام تمام. يعني أنا ممكن أكون مدرب كويس قوي مثلا مع نادي إنبي. كويس. تمام. أنا مدرب كويس. تمام. اللعيبة اللي كويسة. تمام. بتفرق كتير جدا. كويس. يبقى انا لازم لما اروح نادي تاني، انا ما بتكلمش على الكابتن طارق عشان بس الناس ايوه عموما انا بتكلم عموما كل الاحترام والتقدير عندي، انا بتكلم في العموم. تمام. لما اروح نادي تاني لازم ابقى مدرب كويس فيه. هقول لك ليه بس هقول لك ليه عشان انا عارف هتسالني تقول لي ايه. انا كمدرب كويس طالما اخترت ان انا اروح نادي تاني عارف ان النادي ده هو يلاقي فيه اللعيبه اللي انا ممكن تخليني نفس الثبات بتاعي في الشكل الفني قدام الناس نفس النجاح بتاعي. انا رايح عارف ان انا ما اروحش بقى اقول ايه اصل انا رحت لقيت لعيبه وحشه، اصل انا رحت اتفاجئت، اصل انا انا اللي رحت. تمام. يعني محدش سحبني من ايدي وجرني من دماغي كده وقال لي والله العظيم انت مارن، انا اللي رحت واخترت. فبناء على ايه انا ببقى مدرب كويس في نادي ونادي تاني مش شايف فيه؟ وبعد كده ارجع اقول ايه اصل انا رحت متاخر، اصل انا رحت ولقيت اختيارات. قول لي بقى. بص انا هقول لك طبعا هقول لك انا كنت عارف اتكلم بصراحه. بعض المدربين بتبقى داخله فيها حته ايه انا عايز اشتغل.
تمام. عايز ابقى حلو قوي، عايز ابقى متواجد، ماشي، ما بقاش قاعد في البيت، عايز ماشي. اشتغل ماشي. واشتغل مع فرقه كبيره كمان، مش فرقه صغيره زي دجله بامكانياتها. ده نوع من انواع المدربين. في نوع تاني بيروح يصطدم بالواقع، الاداره مش دي بقى انا الاولانيه معاك فيها، طيب التانية مش معاك فيها. حضرتك رايح، حضرتك مدرب كبير، تمام، ورايح مثلا نادي زي الاسماعيلي، تمام، انا عارف مين لعيبته وعارف في المركز الكام وعارف عيوبه وعارف وعارف، وبناء على كده انا قبلت، فانا رايح ان طب ما يمكن اقول لك على حاجه، انا طبعا مش بدافع عن المدربين ولا حاجه، انما ممكن انا رايح على فرقه فيها مجموعه لعيبه، ممكن اللعيبه دي تتسحب مني في يناير، يفضلوا لي الفرقه، يفضلوا لي الفرقه بالظبط طبعا، بس رايح متفق. ما هو ممكن بتبقى في ظروف ضغط من انديه تانية بتخلي مجلس الاداره لا يبيع اثنين ثلاثه من اللعيبه، وقع الفرقه مره واحده. تمام. كذلك برضو ما انت خلي بالك برضو في اللعيبه بيبقى عندها طموحات، اللي عايز يروح الاهلي ولا عايز يروح الزمالك ولا عايز يحترف بره، فلما يجي يشوف بعض اللعيبه اتوافق لها انها تمشي وبعض اللعيبه لا، دي بتعمل احباط برضو عند اللعيبه، فبالتالي بتنزل. انا برضو حاسس ان الهدف غايب في دجلة. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، طالما فتحت موضوع دجلة احنا لسه قدامنا الوقت، يعني انا بحترم جدا المهندس ميكي، تمام، بحترمه جدا في عقليته الاحترافيه، انا ما اعرفوش كشخص، انا بتكلم في اللي انا بشوفه في عقليته الاحترافيه، ان هو عمل مؤسسات في دجلة وكبر دجلة وكمان عمل شكل الدجلة في وقت قليل، تمام، وكمان جاب احمد حسام ميدو واداله كل الحريه واحترمه جدا كانسان، واحترمه كفكر، احترمه كشخص، احترمه كهو حال عرضه عليه احمد حسام ميدو ان انا عايز اعمل واعمل واعمل واعمل، تمام، واحمد حسام كان عايز يعمل فعلا كويس، لكن هو احمد حسام ميدو هربت منه شويه وهو فضل مصر عليه، احمد حسام بدا يعتذر وهو فضل مصر عليه. دي حاجه تحترم، ولغايه لما احمد حسام قال له خلاص انا فعلا مش قادر، تمام. هل الكابتن طارق لما راح كان مقدر الكلام ده وكان عارف ان هو يرجع بفرقه دجله وهو عارف ان فرقه دجله عامله ازاي، كل الامكانيات متاحه له وحاجه ولا اروع من كده، تمام، هل اصطدم بالواقع زي ما حضرتك بتقول ولا الدنيا كانت بالنسبه اي مدرب؟ بنتكلم بقى على الكابتن طارق طبعا، اي مدرب بيبقى عنده طموحاته، وزي بقول لك بتبقى فيها جانب ان انا مشتاق، زي ما اللعيب مشتاق انه ينزل الملعب ويلعب كوره، المدرب برضه مشتاق ان هو يدرب فرقه ويبقى موجود وفي الاضواء وفرقه كبيره ودوري ممتاز، ما يقعد في البيت غير ما يقعد في البيت، ما يقعد في البيت برضه على حساب نادي يا كابتن محمد، على حساب اسمه، على حساب نادي، ما هو مش متخيل ان ممكن يحصل الكلام زي ما بقول لك، هو عنده طموحاته، عنده ادواته، ممكن بعض الادوات دي ما لقاهاش، ممكن الـ 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 الانديه اللي زي دجله والانديه اللي هي غير شعبيه بتبقى محتاجه دعم كبير جدا من مجلس الاداره يعوض حته الشعبيه والجمهور، اعتقد انهم كل الدعم. انا عارف، بس في نقطه انا عايز اتكلم فيها حشيش، يا ميدو، لما ميدو تولى الفرقه كان عنده استراتيجيه ان يلعب بمعظم الناشئين اللي هم شايفين كانت سياسه هم متفقين عليها، سياسه متفقين عليها مع رئيس النادي، تمام. انا عايز اقول ان وانا كنت مع ميدو جدا في دماغه، كنت مبسوط قوي ان في حد كده عايز يطور وعايز ينمي وعايز يحط ناشئين كتير قوي، وفي نفس الوقت حصل احباط وحصل انت عارف ليه يا كابتن ماهر في الحته دي، بس الجزئيه دي هسيبك تكمل. لما بتلعب بالناشئين بس بدون خبرات بيبقى فيها صعوبة، انا عايز اقول دي بقى خلاص، لكن انت اقدر العب بالناشئين بس عندي كذا عنصر موجود في كذا خط عنده خبرات يقدر يشيل الفرق، التوازن هنا، التوازن مع الفرق. فانا شايف ان الجزئية دي خدت وقت كبير جدا من ادارة نادي وادي دجلة، وفي نفس الوقت خدت وقت كتير جدا لميدو، النهاردة بيجني ثمارها طبعا طارق العش بصراحه، يعني خصوصا كمان ان المرحله بيجي طبعا ثمار السلبي يعني، واخد بالك. النقطه الثانيه ان احنا كنا متخيلين ان الدعم الاداره في يناير لطارق العشري باكتر من عنصر هو محتاجهم، خصوصا في خط الظهر، ان هو دلوقتي عنده مشكله، هو طلب من الاداره والاداره رفضت أنا استحال. أنا ما أعرفش بصراحة حال. بس أنا شايف إن مفيش دعم حصل لا بالنسبة للإدارة لي. أنت لو دجلة مش هتبقى ميلاد دايما في بعض الأحيان، يمكن فكر متأخر، في بعض الأحيان طارق فكر متأخر ما لحقش يلاقي لعيبة تستند الفرقة عشان يبقى محدد يعني لو دجلة مش هيدعم مديره الفني مين اللي هيدعم؟ دجلة بإمكانياتها ما هو إحنا شايفين ميدو إن هما إن وادي دجلة بعيد خالص بصراحة، والمجموعة والقماشة اللي موجودة مع الاسف وفي حاجه يا كابتن ماهر ما اديتش. طب انا هسال سؤال لحضرتك اللي طارق عايزه، انا هسال سؤال لحضرتك، ممكن عدم التوفيق والنتائج السلبيه
اثرت على الكابتن طارق كمان فنيا؟ طبعا 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 طارق، بس في نقطه، في نقطه لانه مش متعود على كده كابتن. في نقطه، انت ممكن تخسر بس تبان ان انت بتعمل حاجه، ان انا قادر، ان انت قادر. انت بتاكد الماتش الاخير سلبي الباقي. انت الماتش الاخير مش ممكن يا جماعه، مش مفيش يعني انت فاهم ازاي سلمها، والمقصه مش المقصه يعني انت فاهم ازاي. بيلعبوا بثلاثه عندهم فروقات فرديه هم اللي عملوا الكلام ده. وبعدين هنرجع لفتره ميدو، انت ما ينفعش تلعب الهدف الاول خطا، خطا طبعا. هو التنسيق بين عبد المنصف وخط دفاعه واضح قوي يا ميدو، ان مفيش تنسيق، لدرجه ان وادي دجله عليها 36 هدف، يعني من اضعف الخطوط اللي موجوده في بعد طبعا بعد الرجاء وبعد النصر. وادي دجله 36 هدف، يعني ده رقم كبير جدا. واضح قوي ان خط ظهر وادي دجله عنده مشاكل، بيعاني منها بشكل جاي بشكل كبير. وده مأثر في اداء الفرقه. ما طول ما انت ما عندكش خط ظهر قوي يقدر يمنع ويقدر يحافظ، يسبب لك مشكله في بقيه الخطوط، ويعمل افقاد من الثقه لبقيه الخطوط وبقيه اللعيبه. فانت النهارده عندك 36 هدف دخلوا مرماك، فده مؤشر كبير جدا من اضعف الخطوط اللي موجوده، اثرت بشكل كبير جدا على اداء وادي دجله. وزي ما قال حشيش ان برضك المقصه ما كانش متخيل ان وادي دجله سايب هذا الشكل، ان هم يمكن ده الهدف الثاني طبعا تراوي، يعني شوف الهدف الثاني من خارج ال 18 والناس كلها بتوسع، ما فيش حد بيضغط عليه. كابتن ماهر يا ريت يتعاد بس الجون ده ثاني، هتشوف حاجه غريبه جدا جدا من الباك ليفت. الراجل رايح على الجون وهو مش بص خد بالك في الباك ليفت. في الجون الثاني يعني الهدف الاولاني واضح قوي، بص خط ظهر وادي دجله، ما فيش تنسيق بين الراجل الافريقي وبين عبد المنصف، وبطء في الراجل اللي بيلعب حتى ده، حتى التشتيت يعني بص حتى التشتيت في بطء، فضل بطيء وفضل بالراحه عشان يشتت، ما ينفعش. صحيح طبعا ضغط فيها مهاجمي المقصه، وبعدين يمكن صلاح عاشور برؤيه بص وبذكاء. بص يا كابتن ماهر، بص يا ميدو على الكوره دي، بص الراجل اللي ناحيتنا ده، بص ماشي ازاي، بص بعمل ازاي، ثلاثه كمان حشيش او راجل مساك وراجل بيجري وراه بيضغطوا عليه، مش معقول. للاسف سايبينه بشكل كبير جدا، يخترق. وبعدين تراوري طبعا عملها بذكاء في الزاويه البعيده، ثبت فيها عبد المنصف عشان طبعا في نقطه كمان مهمه جدا. في فرق موجوده حاليا وارد انك يجي فيك جون، انما عشان ترجع للقاء دي محتاجه فرقه محترمه ولعيبه عندها الدوافع النفسيه وعندها المجهود البدني الجامد انك ترجع للجيم تاني وترجع باسرع وقت ممكن. انما حسيت انا من ماتش اللي فات ده بتاع دجله ان دجله بعد الجول الاولاني هو مستسلم طول بقيه الشوط، مفيش الروح والدوافع، والشوط الثاني مستسلم ما عندوش يا كابتن ماهر. ده في كوره اتلعبت غريبه جدا، يعني الطرائف وعجائب زي ما بيقولوا، كرة اتلعبت عند الباك رايت بتاع دجله، فضل يحجز عليها وسابها، كره هو فاكرها هتطلع اوت فما طلعتش اوت فسابها. الراجل بتاع المقصه جيري من اخر الدنيا قدامه وخدها ولعبها بالعرض، كانت يعني ده بقى، ما هو ده بيدي انطباع ان اللعيبه مش في دماغها. كرة كانت غريبه جدا ناحيه الباك رايت، يا ريت لو موجوده زي ما قال تيجي، يعني اداره محترفه اللي حضرتك قلت عليها. كره غريبه جدا لو موجوده عندنا دي تبقى حاجه جامده، هتشوف هيلخص لك الكلام اللي احنا بنقوله، هيلخص لك الماتش كله. يعني خلال الهدف الثاني قبل الهدف الثاني في كوره راحت ناحيه الباك رايت. الهدف الثاني كمان انا اول مره اخد بالي من الباك طبعا هيوسع نفسه ازاي. فدي طبعا النهارده بنعمل مقارنه كمان يمكن بالاسيوطي، احنا اتكلمنا على الاستراتيجيه عامله ازاي بالظبط. يعني وادي دجله عنده الاستراتيجيه دي الاحترافيه اللي موجوده، رئيس النادي راجل محترف على اعلى مستوى. ده اللي بتكلم فيه. يعني انا هبقى زعلان جدا لو دجله ما عادش السنة. بيني وبينك يا ميدو وحشيش، مش خالد سامي هو اللي يقع في في المطب ده، هو وقع فيه يعني وقع فيه غصب عنه. يعني الراجل عنده احترافيه وعنده خبرات، وقع فيه لاحترافيته. بالظبط يعني خلي بالك نادر قوي، يعني وقع في اللي هو فيه لاحترافيته الشديد، احترامه لاحمد حسام ميدو، احترامه للاتفاقيه اللي خد وقت كمان. يعني حشيش بيتكلم احنا النهارده يا ميدو وحشيش، اي مجلس اداره او اي اداره موجوده في الدوري الممتاز، اول ما بيحصل اخفاق بعد مباراه واثنين وثلاثه واربعه البديل بيبقى جاهز. صحيح النهارده خالد سابي تاخر شويه مع احترام الميدو، ميدو مدرب محترف ده كمان عنده فكر، اثرت عليه كمان احمد حسام ميدو. التجربه اثرت عليه كمان، يعني انا كان نفسي احمد حسام ميدو يكمل، يعني لان احنا عايزين شباب بالظبط. يعني بعد القنوات الفضائيه او بعد الاستوديوهات التحليليه قالت ان فكر ميدو اعلى من فكر الولاد اللي موجودين في وادي دجله.
واخد بالك؟ لكن انا عايز اقول انا عايز فكر ميدو، انا عايز فكر ميدو، انا مش مع الكلام ده. يبدا يسخره للقماشه اللي موجوده عنده، يبدا صحيح. يشكل منها فريق وطريقه لعب واداء، واخد بالك؟ مهما كنت انا من المستوى الفني صحيح. البروفيشنال او المستوى الفني العالي اللي بتقال يا كابتن ماهر ان مستوى كابتن احمد حسام ميدو اعلى فكريا من، لا الكلام ده مش كلام، مش انا بقول لك احنا عشان الناس الكلام ده مش مظبوط، مش مقبول كمان يعني، الكلام ده مش مظبوط وبرر هذا الكلام، لكن ما كانش وصل للمرحله دي. لا 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 الكلام ده طبعا الكلام ده عشان يعني يجاملوا بيه احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو مش محتاج يتجامل. احمد حسام ميدو انت لو انت بتحبه تقول له في وشه لا انا مدرب كويس، هو مدرب كويس جدا، عنده خبرات كلاعب كبير جدا، كان نفسي ان هو يكمل في التجربه ان شاء الله يكمل فيها ويثبت ان هو مدرب ان شاء الله كويس. لكن ان انا اقول ان هو فكره اعلى، الفكر المدرب لو هو عالي يطبقه في اللعيبه يخلي اللعيبه وانزل لهم يا ميدو كمان حتى لو ان فكري عالي جدا، لكن هو انا شايف القماشه اللي معايا مش مستحمله فكري ده، ابدا انزل بمستوى اللاعبين دول. انا عايز اكد لكم على كلامي بتاع دجله ان الروح منعدمه تماما للفرقه، الفرقه زي ما تكون مستنيه تنزل. انا ما اعرفش ازاي اللعيبه في نادي كبير زي ده وامكانيات الجامده لاي حد يتمنى يلعب في دجله ان هو يبقى بالاحساس والروح ده. لو بصيت يا ميدو للفرقه بقى الثانيه، طنطا في الترتيب اللي بعد 16، شوف الماتش اللي فات الفرق بقى بين الروح القتاليه بتاعه وادي دجله وطنطا. طنطا بتلعب الاسماعيلي بالظبط، مركز تاني. يا سيدي بلاش طنطا، اتكلم في الرجاء. الرجاء بيستميتوا. الرجاء هقول لك ده، انا جايب لك الفرقه جايب لك الفرقه اللي هي تحت دجله على طول. ان انا بتكلم طنطا مش بتاريخ طبعا دجله ولا نتائج دجله خلال المواسم اللي فاتت، ومع ذلك عامله ماتش غير عادي قدام الاسماعيلي 2-2. يعني روح قتاليه، بيلعبوا على قد امكانياتهم، بس هي الكوره لازم يبقى فيها هدف انت عايزه. عموما دجله مع الرجاء الماتش اللي جاي يا كابتن محمد لقاء طبعا مميت. طبعا الرجاء انا بقول ان ماتش فيصل بينه وبين الرجاء ده طبعا اخر امل ليه، ودجله اخر امل ليه بالظبط الرجاء. طب ناخد على التليفون كريم احمد. اهلا بيك يا كريم. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي وكل نجوم الاستوديو التحليلي. اخبارك ايه؟ كله تمام يا كابتن ميدو. كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. اخبار التمرين النهارده كان عامل ازاي؟ يمكن زي ما بنقول استعدادات قويه بالنسبه للنادي الاهلي، للاهلي والداخليه ان شاء الله. بنتمنى في البدايه كل التوفيق للنادي الاهلي، بياخدوا خطوات ثابته، نقاط قصيره وصغيره ان شاء الله تحسم النادي الاهلي في مشواره نحو الحصول على بطوله لقب الدوري العام. النهارده كان في محاضره فنيه في بدايه المران للكابتن حسام البدري، والحديث عن كل نقاط القوه والضعف لفريق الداخليه، والتاكيد على عدم الاستهانه وعدم التركيز بالترتيب وعدد النقاط، ولابد من احترام المنافس مهما كان اسلوبه ومهما كان النقاط او التسويب طبعا في ترتيب الدوري. وكمان يمكن الكابتن حسام البدري النهارده كان مخصص اكثر من فتره في اكثر من جزء في التدريب. النهارده فصل اللعيبه اللي بشكل بتشارك بشكل اساسي خلال المباريات الماضيه، كان في تركيز على بعض الكرات العرضيه. النهارده يمكن حاولنا ان احنا نستشف التشكيل اللي ممكن يخوض بيها الكابتن حسام بنسبه كبيره غدا، نقدر نقول في حراسه المرمى الشناوي، في خط الظهر احمد فتحي ومحمد نجيب وايمن اشرف وعلي معلول، في المنتصف حسام عاشور وعمرو السوليه واجاي وصلاح محسن ووليد سليمان ووليد ازارو. يمكن ده من خلال التكتيك اللي كان بيقوم بيه كابتن حسام النهارده، كان في بعض الجمل بيقوم بيها، ممكن يكون في اختلاف بسيط في مركز وحيد، لكن يمكن ده هيكون القوام الاساسي اللي هيكون خد بيه مباراه النادي الاهلي والداخليه غدا. بيغيب عدد كبير جدا عن المباراه، يمكن اكثر من 11 لاعب، سواء للاصابات او العوده من التاهيل او للاسباب الفنيه، على راسهم حسام مغالي وشريف اكرامي وصابر الرحيل وميدو جابر واكرم توفيق ومحمود الجزار واحمد ياسر ريان، بجانب طبعا حمودي المصاب بتاهيل باسم علي واحمد حمدي. بنتمنى غدا تكون مباراه قويه للنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما بناكد كل المباريات بياخدها الهدف واحد، وهو الحصول على الثلاث نقاط، ومباريات بسيطه ان شاء الله، ويحسم النادي الاهلي بطوله لقب الدوري عام يا كابتن مين. تمام يا كريم، انت ما اديتنيش فرصه اسالك على حاجه. حبيبي يا كابتن مين. المحاضره الفنيه كانت قد ايه وقتها يا كريم؟ يمكن استغرقت اكثر من 25 دقيقه قبل انطلاق المران. في العاده طبعا بيكون 3 عصرا هو انطلاق المران، لكن الفترات الاخيره كابتن حسام البدري واليوم يمكن خصص 25 دقيقه لالقاء المحاضره وحديث كمان في ارض الملعب قبل انطلاق المران كالعاده. الامور كلها بعض التحفيز بعض التركيز، الكابتن حسام بيحاول حث اللاعبين على الاستمرار. كان فيها فيديو يا كريم؟ طبعا كان فيها طبعا محاضره فيديو، زي ما قلنا تجهيز بعض كل النقاط القوه والضعف لفريق الداخليه، تحفيز الجمل التكتيكيه اللي حاول بيها كابتن حسام
أن يؤديها غدا. وزي ما بنقول كل اللعيبة منتظرة الفرصة، بيبان من التقسيمة، بنشوف احتكاكات قوية، بيحاول الكابتن حسام تحذير كافة اللاعبين من عدم الالتحام نظرا للحماس الكبير والشديد، لأن كل لاعب أكيد يا كابتن ميدو أنت عارف عايز يكون ليه فرصة ودور كبير في انتصارات النادي الأهلي المتتالية، وأكيد بنتمنى أي لاعب يكون متواجد في القائمة أو في المباراة يؤدي بالشكل الأمثل اللي كلنا بنتمناه يا كابتن ميدو. مين اللي لاعب الدربات الثابتة النهاردة في التمرين؟ النهارده يمكن زي ما قلنا يمكن في اخر المران بكماني وعلي معلول النهارده كان بيسدد على المرمى، احمد فتحي النهارده كان بيسدد، يمكن هو اللي كان متالق بشكل مميز شويه احمد فتحي النهارده، حاول ان هو يشوط ضربتين كده وليد اظهر شاط ضربه وطلع شاط ضربه ثابته وطلع، لكن النهارده زي ما بنقول ما كانش في تدريب قوي لكل اللاعبين، هي المجموعه اللي خدت جرعه تدريبيه قويه شويه هي اللعيبه اللي ما شاركتش في المباريات الماضيه وما بتشاركش بصفه مستمره. تمام، ومين لاعب الكروسات؟ ما الكورسات دي زي ما قلنا يمكن احمد فتحي وعلي معلول هم اللي كانوا في الجزء اللي فيه التشكيل اللي انا قلت عليه كابتن ميدو، كان بعض العرضيات من علي معلول من ناحيه الشمال وبعض العرضيات من احمد فتحي، بعض الكورسات للفراوده وقف النهارده الكابتن حسام اكثر من مره بالنسبه لي التكتيك اللي بيقوم بيه، بيحاول الكابتن حسام لي يعني انهاء الكره من لمسه واحده، يحاول ان هو يوصله للمرمى باكثر باقل من اكثر من لمسه، لمسه او اثنين يكون في المرمى. كمان الكورسات النهارده كان فيها قوه كبيره جدا من وليد ازار وجونيور اجاي وصلاح محسن اللي بيتالقوا بشكل كبير جدا في الكرات العرضيه والراسيه، وكان ليهم تاثير النهارده كمان في التدريب يا كابتن. كان في تمرين مكثف لحراس المرمى الغايبين عن لقاء الغد؟ شريف ويمكن احمد وشريف وشناوي وعلي لطفي التدريب بجرعات تدريبيه، يمكن على طول بنشوف الكابتن طارق سليمان بيحاول ان هو يجهز بكافه الحراس، كل الحراس بيبقى جرعات كلها موحده، كل الحراس بتحاول ان هي تادي بشكل رائع، شريف اكرامي او شناوي او علي لطفي، لكن اكيد طبعا بتبقى الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري والكابتن طارق سليمان، لكن كالعاده كان في تدريب قوي ومميز. وعايزين نلفت كمان النظر ان النهارده كان غياب الكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي، كالعاده طبعا لابد يكون متواجد الكابتن احمد في المران، لكن عنده ظروف خاصه، بنتمنى ان شاء الله غدا يكون متواجد اكيد ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي والداخليه، واكيد لو في اي ظروف طبعا ان شاء الله يكون متواجد معانا كابتن احمد. تمام، كنت عايز اسالك على حسام غالي. حسام غالي كان بيأدي النهارده التدريبات بكل قوه، ما فيش اي حاجه بالنسبه له، يعني استبعاده فني، رؤيه فنيه بجانب شريف اكرامي، استبعاده فني مع ميدو جابر وصبري رحيل واكرم توفيق واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار. تمام، سعد سمير لسه بيعاني من ايه يا كريم؟ سعد سمير يمكن عنده بدلك شويه، طلع من الاصابه جاله نزله برد شديده شويه اثرت عليه، هو طبعا يمكن شارك في تدريب الامس التدريب الجماعي والتدريب اليوم، لكن يمكن هو البرد مأثر عليه شويه كابتن ميدو، فبيتم طبعا تجهيزه لمباراه منانا الجابوني ان شاء الله تكون بدايه كويسه للنادي الاهلي وانطلاقه جيده باذن الله، لكن محاوله ان هو كابتن حسام بيحافظ عليه، لان لو نزل طبعا في المباراه الداخليه وحصل اي حاجه هيبقى فقدان لسعد سمير، وهو يمكن لسه طالع من الاصابه، فعشان كده بنقول عنده سوء حظ شويه ان هو طلع من الاصابه جات له نزله برد شويه ابعدته، لكن هو في الطريق ان شاء الله في التجهيز خلال الايام القادمه بيتم تاهيله ويكون متواجد ان شاء الله مع النادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه. شكرا جدا كريم احمد مراسل قناه الاهلي، شكرا جدا على هذه الاستفاضه، شكرا جدا. يعني كريم اتكلم في كل حاجه. لا التغطيه مش مديه فرصه اساله. تغطيه ممتازه. يعني تعالى عايزين نتكلم في حاجه ثانيه، نتكلم في الاهلي والداخليه ولا عايزين ماشي زي ما الكابتن ماهر عايز. احنا برضك عايزين نحيي طنطا زي ما حشيش قال، اسامه عرابي الفتره اللي فاتت ديت بيستفاد بشكل كبير جدا. عنده بدلك. بصراحه يعني عنده بدلك يعني التفاعل يعني كسبان الاسماعيلي وتعادل. سبحان الله يعني كسبان 2-0 واحنا قلنا خلاص كان مهمين جدا الثلاث نقاط بالنسبه لاسامه عرابي، اسامه من المدربين المميزين بصراحه ليه بصمه وشفناها في الدوري الممتاز، وحتى مع طنطا يمكن في المباراه الاخيره يمكن سيف الدين الجزيري الولد اللي هو في يناير قدر اسامه ان هو يزود بيه نص الملعب من اللعيبه التوانسه بردك اللي عملت شغل جيد جدا، محمد جابر صاحب ضربه الجزاء يمكن سيف بردك عمل ضربه جزاء هو يمكن كان صاحب هذه الضربه لكن تصدى لها محمد جابر. تمام، كريم بامبو طبعا ابننا ابن النادي الاهلي، اضافه جميله جدا اسماعيلي في الشوط الثاني قدر انه يسجل هدفين بشكل تمام. كبير بشكل جيد يعني. تمام، ماتشين استنوهم يا جماعه، ماتشين يعني صراع القاع، طنطا والاتحاد السكندري وادي دجله والرجاء البدايه، فاعتقد يعني ان انت كابتن حسام يعني هيوصل للنقطه اللي تكسبه فعلا بالفعل بطوله الدوري، هيبتدي
يجهز الناس الباقية. كذلك برضو من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها برضو عن مباراة بكرة، انا نفسي جدا ان يدي فرصة لمروان محسن. احنا عايزين ازارو يعمل السكور ويعمل ريكورد مع التهديف وكده، دي حتة بقى عارف وطنية شوية. ليه بقى؟ ولا تشتغل بلغة احترافية؟ يعني انا اجيب لعيب افوقه تاني ولا اشتغل بروح احترافيه؟ يا حضرتك قلت عايزين ندي وليد ازارو يبقى هداف وهداف، ما انا هقول لك على حاجه برضو، ولا نبدا ندي مروان ونجهزه عشان مروان برضو رايي الشخصي، رايي الشخصي مروان محسن من اللعيبه راسات الحربه عين المنتخب الفني وكوبر مستنيه بالظبط. انت كمان داخل على مباريات على مستوى الافريقي بتاع النادي الاهلي، انت راس حربه واحد مش هيكفيك، انت عايز راس حربه تاني قوي لا يقل عن ازارو ان هو يبقى موجود. عندك صلاح محسن كمان، ده الكابتن حسام ده يمكن عشان هو بيلعب وليد ازارو فمطرف شويه صلاح محسن بالزبط. لان صلاح محسن هو المفروض انه استرايكر الرئيسي، استرايكر الرئيسي ومحطه كبيره، بس لازم تشغل الراجل ده لان عشان يعني اكيد عنده طموحات ان هو قعد سنه كامله اصابه بعد الامم الافريقيه وفتره كبيره يعني من الاصابه، رجع الماتش اللي فات، الماتش اللي لعبه كان كويس، اديله عشان برضه يبقى يجهز. وبرضه هو لو باذن الله ربنا كرمه واتاخد مع المنتخب وراح كاس العالم هيفرق معاك كتير جدا جدا يعني، هيبقى عندك بقى يعني راس حربه على مستوى عالي. يعني ده اللي بتمنى يعني ان انا اشوفه من الكابتن حسام، على الاقل لو الشوط الاولاني حتى لو ما بداش بيه الشوط الاولاني ارتاح للنتيجه، لازم يديله فرصة أكبر شوية يعني، يديله فرصة أكبر بقى يعني شوط كامل. أزارو رايح المنتخب المغربي بالظبط كده يعني. فأنت يعني أنت محتاج واحد يبقى معاك ويخش على المنتخب هتكسب طبعا، على العكس بقى لو مروان ما لعبش واتأخر على المنتخب وما لحقش بتدي برضو عليك. بالظبط كده، بالظبط المشكلة اللي الكابتن حسام هتكون بأجهزية مروان صحيح أزارو. والله بص يا ميدو انا عايز اقول لك حاجه، الحمد لله ربنا، مين احنا بنتكلم على انجازات النادي الاهلي، بنتكلم على في فوارق في المكاسب وحاجات بتتحقق بشكل كبير للجهاز واللاعبين. فانت الحته الوطنيه، الحس الوطني ده مهم قوي، مش لازم انا ككوبر اقول لكابتن حسام لو سمحت ندي فرصه للراجل ده، عشان احنا عندنا قصور وعندنا مشكله في الحته دي في منتخب مصر. انا بحسها بقى الحس الوطني طبعا. كابتن حسام ما شاء الله اشتغل في المنتخب الاولمبي قبل كده، فعارف ان رقم واحد بالنسبه لنا المنتخب مصر، واخبار كلنا بنشتغل طبعا في الجزئيه دي. وأنا عشان منتخب بدري يا كابتن ماهر. نعم. وانا ككابتن حسام بدري افكر، وانا بقول لك كابتن حسام لو سمحت انا بتكلم دلوقتي كان الكابتن حسام بدري وانا بحب بلدي جدا وبحب منتخب بلدي، لكن انا نفسي عايز اعمل ارقام وعايز اعمل حققت الارقام يا ميدو ايه؟ ما شاء الله الارقام اتحققت. يعني انا عايز اقول لك عندك معايا الدكتور طارق الادور قال لي مش عارف كم عدد انتصارات لازم الاهلي يعمله عشان يكسر رقم الانتصارات بتاعه هو بتاع النادي الاهلي، هو الهداف زي ما الكابتن محمد قال، الهداف وليد ازارو لو كمل اهداف. انا عايز اقول لك حاجه، مش عارف ايه عدد الانتصارات على الزمالك، مش عارف ازاي. احنا كنا بنتكلم على قيمه اللعيبه التسع شهور، عدد مباريات بلا هزيمه يعني عندك برضه هتكسرها كمان. انت لو مش موجود ازارو دلوقتي واخد بالك، ممكن مروان محسن، ممكن صلاح محسن كمان يقدر يعمل كده، يقدر يعمل لك الجول يعمل لك كده. يعني هو قعد تمركز صلاح محسن عشان لعيبه، ما هو جايب لعيب مبلغ كبير جدا. فاحنا مش قلقانين ولا كابتن حسام قلقان. طب اقول لك على حاجه، ولا الارقام هنقل على الارقام، بالعكس احنا ما زلنا بالدوافع اللي احنا موجودين من خلالها بنحقق ارقام وبنحقق انجازات. فلكن انا عايز اقول لك ان في حته احتياجات الوطن، احتياجات المنتخب طبعا. واحنا شايفين ان كوبر عنده صداع في المكان ده، ومفيش حد بيشغل المكان ده يمكن غير على استحياء بعض الفترات كده. ما تجرجرنيش لكوبر، لكوبر يا كابتن. طب انا اقول لك على حاجه، انا ليا راي، انا عارف انت كلمه السر عندك. عايز اقول لك ان الكابتن حسام لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هو اوريدي محقق ارقام قياسيه بالزبط. ما عملهاش مدرب مصري مع النادي الاهلي بالظبط. وانا ازود كمان تمام ماشي، دي بتفرق بقى، حقيقي كمان بتفرق حاجه بقى، بتفرق حاجه بقى. ما انت برضو خلي بالك انت بتعمل كده غير
الانتماء الوطني وتبعد عن المجد الشخصي شويه لحاجه اسمى، ان انت برضو ما انت اللعيب ده لما تلعبه ويروح منتخب مصر هيرجع لك انت كمان، هتلاقيه وهتبقى يعني هتبقى معاك مليون في المية. لكن انا بكلمك كلوها احترافيه. انا دلوقتي كمدرب محترف، طب مريض ازارو يقول لي انا عايز ابقى هداف دوري في فريق كبير، هبقى هداف صحيح، عايز ابقى مش عارف صحيح، وانا محافظ على كيانه. هي معادله صعبه، عشان بس صعب قوي. يعني معادله صعبه قوي بتغلب عليها الطابع الاحترافي، وكابتن حسام بدري بيتعامل بطابع احترافي بحت. صحيح بحت صحيح. يعني برضو حضرتك كنت بتتكلم في التدوير الهجومي وفي الشكل الهجومي او التطوير الهجومي اللي كابتن حسام عمله، واحنا اتكلمنا انه عنده دلوقتي صلاح محسن، عنده دلوقتي وليد ازارو، عنده دلوقتي داخل مروان، يعني برضو عنده ما شاء الله اجاييه بقى حاجه طفره في الهجوم، في حاله الهجوم عنده عبد الله السعيد مصاب وراجع، عنده مشكله تجديد لعبد الله، وبرضو دماغه الله يكون في عونه كابتن. لا انا معاك، يعني التطوير الهجومي اللي بتتكلم عليها ميدو واضح قوي ان هو نضجنا فيه بشكل كبير جدا السنه دي عن السنه اللي فاتت، واخد بالك؟ والسبب رقم واحد انك انت بتلعب من قدام، انت بتدافع من قدام. يعني كل الناس تقول لك الدفاع خط الظهر هو اللي بيدافع، لا ده دلوقتي اتقلبت العمليه، بقيت الكره الحديثه بتقول لك ان رقم واحد انك انت التوازن الهجومي يبدا من قدام، التوازن الدفاعي اسف صحيح يبدا من الخط الامامي صحيح، يبدا يشيل عبء على نص ملعبه، وبعدين يبدا يشيل عبء على خط الظهر وهكذا على حارس المرمى. تمام. النادي الاهلي نجح فيها بشكل كبير جدا، حسين بدري نجح في الجزئيه ديت. معظم الاسماء اللي احنا بنتكلم عليها اول ما بتقطع الكوره حشيش كله بيبدا يتحط تحت الكوره ويبدا يقابل بشكل منظم، يا اما ضغط فردي يا اما ضغط جماعي صحيح، وممثله في ازارو وليد سليمان واجاييه وصلاح محسن اللي هم الرباعي في بداية الخط الهجومي، احنا بنقول عليه الخط الدفاعي. التطوير اللي حصل من خلال النقلة ديت للعيبة ديت، ان حسام البدري من خلال شغله نقل الاحترافية او الجزئية ديت للعيبة، واللعيبة بتنفذها باحترافية بشكل كبير. النقطة الثانية ان في حاجتين موجودين بدك بنتورث جيل عن جيل، انك انت وانت معكش الكوره يا ميدو بتحاول انك انت تضغط عشان تجيب الكوره، وبننجح فيها بشكل كبير جدا زي ما قلنا الاسماء اللي احنا اتكلمنا عنها. النقطه الثانيه انك انت بعد ما بتستخلص وتستحوذ الباصات الكتير احنا بنشوفها بقى، الباصات اللي فيها باص واثنين وثلاثه واربعه اللي هو الباص وبعدين التحرك من غير كوره، دي برضك من ضمن الحاجات اللي اضافه حسام بشكل جيد. الكثافه العدديه اللي بقت موجوده في كل هجمه للنادي الاهلي دي حقيقه، دي بقت ملحوظه قوي، دي بقت ملحوظه بشكل كبير جدا في نص ملعب الخصم. ومخرجنا جايبين اهو مباراه الانتاج، هتلاقي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه طيارات جايه، خمس ست لعيبه حمر موجودين في التلت الدفاعي بالنسبه للانتاج الحربي. والكثافه العدديه دي يا ميدو بتدي لك مؤشر ان في حاجه جايه بالظبط، ان في هدف محسوس، ان في هدف قادم. هجوميه كمان بدات عدد العدد الهجمات اللي بقت موجوده اللي بتتحسب من خلال التحليلات ان يعني حوالي يمكن في كل شوط بيبقى في حوالي يمكن ما يقرب عن 7-8-9 هجمات مؤثره الخصم في الشوط الاولاني، الشوط الثاني بيزيد العدد كمان يمكن بتوصل يمكن ل 18 هجمه منظمه بكل جوانبها بقى، اطراف عمق كور ثابته زي ما انت عايز. خلينا نروح عند الكثافه الهجوميه كابتن محمد اللي بيتكلم فيها الكابتن ماهر. تمام. الكثافه الهجوميه في ظل علاء عبد العال وطريقته الدفاعيه وتنظيمه الدفاعي الفريق الداخليه، خصوصا كمان انت تلعب على ملعب بيتروس بورت بكره، ملعب كنس بلغه الكوره كده. تمام. يعني مش هتلاقي فيه مساحات كتيره. تمام. كابتن علاء بيعرف يوقف اللعيبه دفاعيا وكان مشهور بها قوي قبل كده. فالنادي الاهلي ممكن يتعامل فيها ازاي؟ لازم نعرف في البدايه ان علاء عبد العال من المدربين اللي بيعرفوا برضو يلعبوا مع الفرق الكبيره، امثال طبعا الكابتن مختار برضو من المدربين اللي بيعرفوا يلعبوا مع الفرق الكبيره. علاء خسران الماتش اللي فات وخسران سكور كبير، يهمه ان طبعا ما يتغلبش من فريق النادي الاهلي اللي هو البطل، عايز يطلع يعني بنقطة تفرق معاه، هيقفل دفاعيا وهو عارف مفاتيح لعب النادي الأهلي من الأجناب والاختراقات وكده، هيقفل وأعتقد أنه هيلعب على الهجمة المرتدة. بس أنا أعتقد أن المستوى اللي ظهر بيه النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت بيصعب على أي فرقة بتعمل تكتل دفاعي انها برضو يعني ما يجيش فيها اهداف. شفنا المباريات اللي فاتت
وانت راجع بقى بالعكس بقى الانتاج الحربي و و و الفرقه دي كلها انت بتلعب بتكتل دفاعي وبتعتمد على الهجمات المرتده، انما النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وخصوصا الماتش الاخراني كان بيضغط على الفرقه من قدام، ما بيسيبش الفرقه تمسك كوره وتدور وتاخد الثقه من البدايه، بيلعب ضاغط في جميع الاتجاهات. كذلك التنويع اللي شفناه في لعب النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي كان متميز دايما بالاجناب بالاطراف، بيلعب الاطراف وكره عرضيه. دلوقتي احنا شفنا الاختراقات من النص، الجون بتاع المباراه الاخيره الباص اللي عمله عاشور ده من الاختراقات من العمق هاي اللي حمود. فانت هاي. انت لو مدرب وبرده الماتش اللي قبليه برده كان فيه اختراقات من العمق بالظبط كده. فانت كان قبل كده كنت بتتعب جدا ان فرقه تيجي تقفل لك من الاجناب خلاص خطوره النادي الاهلي. دلوقتي في تصويب وفي اختراقات من النص، فهيصعب على اي فرقه بصراحه الله يكون في عون الفرقه اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي الفتره الاخيره انها تقدر تجابه. حلو الكلام ده، عنده حلول هجوميه، حلول كبيره جدا. كمان انا عايز اقول يا جماعه حاجه برضو مهمه من ضمن الحاجات، اللياقه البدنيه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ما شاء الله، سواء ما شاء الله سواء الاساسيين يا كابتن ماهر اللي هو بيلعبوا بصفه مستمره مع الفريق، او حتى اللي بيجي من بره، عارف اللي بيجي من بره برده بيبقى يعني ناقصه بقى لياقه اللي احنا بنسميها لياقه المباريات او اللياقه الفنيه، بتحس انه مندمج. بنشوف ان في اي لعيب بيجي، اي لعيب جديد بيخش على تشكيله النادي الاهلي من الناس اللي بعيده بتحسش ان هو غريب، انسجام بقى في مجاميع في 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 الملعب، في انسجام غير عادي. شفنا قبل عبد الله سعيد ما يحصل اصابه انسجامه الغير عادي مع جايه في الفتره الاخرانيه، شايفين وليد سليمان يعني ازارو كان في بداياته ما كانش لسه في تفاهم مع صانع الالعاب ومع الناس اللي بتجي له من تحت، دلوقتي بقى في انسجام كامل. كمان نقطه مهمه بالنسبه للكابتن حسام، انا بشوفه ان هو بيعتمد دايما على ثبات التشكيل، ما بيغيرش الا في اضيق الحدود نتيجه مثلا الاصابات، عشان كده بتلاقي في انسجام في كل خط. يعني احنا مش عارف، انا عايز اختلف معاك في حته شويه. طب قول لي يعني احنا شفنا معظم لعيبه النادي الاهلي لعبوا اصابات؟ لا مش اصابات. طب قول لي، في حاجات فنيه كتير جدا. كان يعني وليد سليمان شفناه بعد كده قعد، حمودي شفناه عشان يريحه وليد سليمان. بص خلي بالك في مجموعه من اللعيبه الكبار، خلي بالك دي ظاهره صحيه. ظاهره صحيه لو في نادي الحاله الفنيه بين اللعيبه قريبه تمام. لكن لو في نادي لا في فروقات، لا طبعا مش ظاهره صحيه. يعني انا عندي وليد سليمان قريب، احمد حمودي قريب منه شويه، كان قريب منهم احمد الشيخ تمام، هو عبد الله سعيد اللي فارق شويه عن لانه حافظ مكانه تشبع. هو انا بحس ان برضه حسام كابتن ماهر دايما لما بيلاقي فرصه يريح اللعيبه الكبيره بالظبط، لان عدد الماتشات الكتير بالنسبه للعيب الكبير غير لعيب لسه طالع عنده 20 و22 23 سنه، فدايما بيريح اللعيبه الكبار، ما بينزلهمش بقى الا في ماتش بيبقى محتاجه فعلا حصل اصابه معينه. يعني انا اعتقد بكره وهنتكلم، انا مش عارف هتكلم عن التشكيل، ان برضو التشكيل هيبقى مقارب للتشكيل بتاع المباراه التشكيل اللي كان كريم احمد بالنسبه للثبات. ثواني هقول لك التشكيل ثبات الفريق هو اللي بيجيب لك الشكل الجمالي. طبعا يعني اللعيبه بتبدا تحفظ بعض. بس انا عايز اقول لك حاجه حشيش ميدو، اللعيبه قريبين من بعض في المستوى بصراحه. صحيح، ودي حاجة محيرة جدا. دي حاجة محيرة للجهاز الفني. ما ده اللي بتكلم فيه. يعني نجيب قال كريم احمد قال نجيب وايمن اشرف، احمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور، والسوليه، نفس الشكل. هو نفس الفيلا بتاع باستثناء طبعا حمودي هيلعب بداله، وممكن اسلام محارب ممكن أو كل ما بيبدا، انا اعتقد انه هيريح وليد سليمان. اعتقد يعني حمودي مش محظوظ الفترة دي، كل ما بيبدا يفوق ويبدا ياخد يحصل له حاجة. لكن عايز اقول لك ان الثبات هو اللي بيدينا الاخراج، المخرجنا الجميل اللي جايب لنا الاخراج بهذا الشكل، صحيح. التدوير، تحويل اللعب من اليمين للشمال، الكروسات العرضيه اللي فيها دقه، الاختراقات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي من العمق، كل ده بيبقى يعني فكر ومرونه تكتيكيه للاعب بيساعد المدير الفني. مظبوط، يعني اللعيبه ديت عندها نوع من الذكاء، نوع من المرونه التكتيكيه، نوع من المرحله من النضج، يساعدوا المدرب كمان. يعني انتوا حسام بيقول خطوط عريضه، صحيح، عارف التكتيك بالذات حشيش، صحيح صحيح صحيح، بيقول خطوط عريضه، لكن ساعات بيحصل مرونه تكتيكيه من اللاعب طبعا نتيجه الموهبه
والمهاره والحلول الفرديه بقى في الملعب صحيح اللي موجوده في معظم لعيبه النادي الاهلي. خلي بالك كمان يا كابتن ماهر كابتن حشيش وليد سليمان عايز يروح منتخب مصر طبعا وليد سليمان بالنسبه له القعده مش لا انا عايز العب طبعا حقه انا عايز العب وبصراحه انا في رايي يعني الشخصي انا طبعا من الناس اللي بحب وليد جدا يعني ومظلوم مظلوم في الحته دي وجدير ان هو يروح بالظبط منتخب مصر وماشي جدير كويس قوي يعني كان لانه هدف المباراه اللي فاتت لو تجيبه لنا احمد اللي خدها على صدره وحطها وليد بيجيد التصويب من بره من اماكن كتيره عنده حلول كمان مقاتل في الناحيه الدفاعيه يعني ضربه الجزاء بتاعت الماتش اللي فاز لو جاب منها جون كان يبقى جون عالمي بره لما بيقعد بره حشيش بتحس ان هو مدرب ولاعب قاعد بيركز صحيح وشايف صحيح لما بينزل بيبقى مؤثر خبره السنين بالظبط لما بينزل بيبقى مؤثر كل ما بينزل يا اما بيجيب جول صحيح يعني بيعمل لك ضربه جزاء يا اما بيوصل لك لجول صحيح دي نتيجه النضج طبعًا. اللي بقيت موجود عليها لعيبه النادي الاهلي طبعًا. طبعا انت حتى اللي بره اللي بيبدا الكابتن حسام يضيفه او بيدوره بلغه الكوره بيعمل اضافه بشكل كبير يعني صحيح فدي حاجه من ضمن حاجات اللي خد الكوره الماتش اللي فات يا كابتن ماهر دي الكوره دي الكوره اهي بص يا كابتن دي الشمال عمل لك ضربه جزاء لو تجيب لنا ضربه الجزاء كمان يا احمد لو تعرف تجيبها اللي عمل فيها دريبلينج طبعا ضربه جزاء اثنين وضربه جزاء 700% طبعا يعني هو حرمنا من جمال هدف يعني لا اما تحسبها ضربه جزاء والله ميدو على فكره الكابتن فاروق من الحكام الكويسين جدا يعني بس انا استغربت هي الكوره دي يعني انا مش عارف ما فيش اي مبرر انها ما تتحسبش مش عارف بص حشيش خالص بص يا ميدو بص الكروس بتاع احمد فتحي بص كام واحد موجود الكثافه العدديه موجود كام واحد مظبوط اربع لعيبه موجودين صح. داخل ال 18 يعني بص وبعدين وليد بقى انه ينزل لتحت عشان ياخد السقطه دي عشان يلعبها طب دي لعبته دي لعبته كابتن حشيش كابتن علاء عبد العال هيفكر في المباراه بكره ازاي؟ كابتن علاء طبعا من خلال مبارياته اللي فاتت كلها قدام النادي الاهلي بيحاول ان هو طبعا يامن دفاعاته بيمسك مفاتيح اللعب للنادي الاهلي بيخصص يعني من النوع اللي بيخصص لعيبه لمفاتيح اللعب في النادي الاهلي انت قلت لي مش عايزين نغششه طبعا اللي لا لا خالص اصل الاهلي كتاب مفتوح انا حضرتك كلمته دلوقتي احمد جمال وفريق الاعداد بيعرضوا لك الحاجات اللي اتكلمت فيها بقى في دي حاجات حلول من الاطراف بالظبط كده واحمد عادل ماشي وفي حلول من الاطراف اليمين اطراف الشمال في اختراقات من العمق في تسديدات انت عارف يا ميدو الميزه كمان في النادي الاهلي دلوقتي ايه زي ما كابتن ماهر قال كمان برضه بتفضل يا كابتن انت عارف في بعض الفرق بتلاقي يا كابتن ماهر جنب اجمد من جنب فبتلاقي دايما الملعب مايل ناحيه اليمين او ناحيه الشمال الا الاهلي النادي الاهلي عنده الاثنين نفس القوه الا الاهلي تلقط احمد فتحي من ناحيه اليمين ومعلول من ناحيه الشمال ما تقدرش تقول مين الاحسن من الثاني بالانطلاقات وكذلك برضو الاختراقات اللي من النص دي اللي هي انا في رايي انها جديده على النادي الاهلي في الفتره الاخرانيه شفنا حسام عاشور بيعمل واغايف راح مفوتها راحت لكريم كريم نيد في استلمها وراح حطها بالظبط كده حسام حسام غالي حسام عاشور وبعدين حسام عاشور جاي وبعدين راح مفوتها راحت لكريم ندفد دي اللي اختراقات بص اختراقات العمق اهي يعني حسام عاشور حسام عاشور عنده حاجات كتير بس هو مخبيها لسه ده لسه ممتاز ده صانع العاب مش عبد الله السعيد بس عايزين فوق هو قاعد يقول لك عبد الله قال لك يا جماعه ما هو ما هو بيرد علينا اهو بيرد علينا اهو عبد الله بقى تقعد تطلب فلوس كتير طبعا موجودين وبساط على اعلى مستوى لا حاجه جميله حسام عاشور حاجه تفرح حاجه تفرح كمان والله السولية ماشي كويس السولية كمان طبعا زاد بشكل يعني بيزيد انا بتكلم على كابتن النادي اللي عمرك ما سمعت له صوت صحيح عمرك ما سمعت له مشكله تعال امضي حسام حاضر مع انه لعيب لا وفي نقطة كمان عمره ما خرج يا كابتن ماهر من الملعب عمره ما اتشد من الملعب لا وطلع زعلان ولا متضايق ولا هم كلهم كده يا حشيش رفص ولا شاب حاجة هقول لك حاجة يعني يا هناية سعده اللي بيتعامل مع 29 لعيب يعني أنا بحسد الكابتن حسام بصراحة إن ربنا كرمه بلعيبة أخلاقيا على أعلى مستوى فنيا على أعلى مستوى كل واحد عنده طموح بالنسبه له طموح صحيح منتخب مصر ومنتخب افريقيا واحتراف خارجي ايوه فيعني عايز اقول لك ان احنا الحمد لله سعداء بهؤلاء اللاعبين المميزين حلو يعني احتمال الكلام ده على صراحه يعني حلو انا يعني هزيد واكد عليه لعيبه النادي الاهلي فعلا اي مدرب يتمناهم بالظبط لعيبه مؤدبه لعيبه محترمه
غصب عن اي بس حاجة. في حاجه يا جماعه صعبه برضو باحترامهم جداً برقيهم بحفاظهم على اللياقه العامه في كل حاجه يعني حاجه محترمه وخد بالك كمان ده بيعملوا حاجه جميله ان هم بيسعدوا الشعب المصري وكمان يعني حاجه كمان يا ميدو مهمه جدا فضل. يعني زي ما دي حاجه كويسه للكابتن حسام ان هو عنده اللعيبه كم اللعيبه دي يا جماعه فلازم نشيد بيه لان هو بيتعامل مع كم من النجوم ده طبعاً اللي كلهم طبعاً كويسين طبعاً دي صعبه جدا صعبه جدا جدا يعني صعبه جدا ان انت تخلي كل اللعيبه سواء ناس قاعده بره او ان هو قانع وكويس وما بينزل ما بيعملش اي مشاكل اما بيقعد ما بيعملش اي مشاكل يعني فدي بصراحه راجعه للحشيش بيحب اللي جوه بيتمنى طبعا اللي جوه ان شاء الله ربنا يوفقه ان هو بينزل يكمل وكمان صحيح ده دور بقى كابتن حسام والكابتن سيد عبد الحفيظ برضه له لازم برضه ما نكفلش حقه طبعا في اداره الموضوع ده طبعا الاستاذ نضج كمان بشكل كبير جدا خبرته الاداريه طبعًا ساعدت الجهاز الفني من احسن مديرين الكره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي اللي جم خلال الفتره ال 10 سنين اللي فاتت هي منظومه متكامله يعني ان شاء الله لكن انا عايز اقول لك بقى ان علاء عبد العال الكيمياء اللي بينه وبين الداخليه يمكن علاء لما خرج بره الداخليه ما خلاش نفسه رجع تاني البيت والداخليه قلت له انت قبل كده سمكه لكن المهمه صعبه جدا وهو حاسس بيها المره دي بالذات صحيح يمكن الفترات اللي كان ندي لينا الداخليه لو تفتكروا كده نرجع لورا شويه كان عنده من اللعيبه اللي تقدر تساعد في الجانب الدفاعي صحيح. عنده لعيبه عندها خبرات صحيح واخد بالك تساعد علاء عبد العال ان يقوم بالمهمه دي بشكل كبير جدا قدام فرقه زي النادي الاهلي فالنهارده طبعا مع احترام التشكيله اللي قال عليها ميدو معظمهم من الوجوه الجديده صحيح واخد بالك مفيش خبرات موجوده بشكل لازم يبقى في تدبير يا كابتن ماهر لكن ما لكن لا لان برضه الداخليه من النوع اللي بيفرطوا برضه في اللعيبه بيبيعوا لعيبه يعني فبيفضوا الفرقه اول باول الداخليه بهدفه البقاء في الدوري بس البقاء في المنطقه بس. وهو بصراحه علاء محقق لهم دي لكن يعني مهم طبعا صعب لكن يعني. طبعا بنحييه طبعا قبل المباراه ان هو في المركز ال 12 وعنده من النقاط 30 ضمن بشكل جيد جدا البقاء في الدوري عام وبعد خالص عن اكتر من خمس فرق او ست فرق تحتيه صحيح ومباراه بكره زي ما قلنا ان هو عيد بالنسبه للداخليه للعيبه والدوافع المدرب ودوافع اللعيبه مختلفه تماما عن مواجهه الاسيوطي ومواجهه اي نادي غير الاهلي اختلف الاهلي والزمالك ماتش الموسم بالنسبه للعيبه والجهاز ماتش الموسم وماتش التقييم بالنسبه لهم حتى وان كان خسران يعني النتيجه بتاع الخساره من الاسيوطي الماتش اللي فات ده مش دليل على انه هيبقى مش هيبقى ند مثلا من النادي الاهلي بكره خالص يعني بعض المدربين ميدو حشيش في المباريات اللي زي الاهلي والزمالك دي بيبقى الثلاث نقاط لا يهموه صحيح بيخرج لعبته من الجزئيه ديت ان خلاص احنا خسرانين لكن العب انا نفسي نلغي حكايه خسرانين لا يعني بيحاول ان هو يشيل عنهم حته الاستريس اللي طاق عليهم طبعا بشكل جيد هيلعب الاهلي طبعا اقوى خطوط موجوده في مصر دفاعيا ووسط ملعب ومهاجمين وزي ما قلنا التقييم المدرب والفرقه واللعيبه وتسويق اللعيبه من خلال بالظبط ماتش الاهلي يعني تعرف يعني المدرب الذكي يعني مع احترامي لكل الناس يعني اللي يستغل ماتش الاهلي والزمالك بيبقى بالنسبه له يعني المدرب طبعا انا بالنسبه لي الماتشات سهله ومفتوحه طبعا يعني طبعًا. انا لو لعبتها اللعب اللي هو ابدع فيه واطلع صحيح. فعلا الناتج الفني اللي في دماغي كمدرب او كوتش لازم استغل ان الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك دايما مهاجمني صحيح بالظبط كده ميدو انت وفي مساحات ميدو انت مع الفرقه دي بالذات مع الاهلي بالذات ببقى خايف بتبقى فيها صعوبه قوي اللون يعني اللون بيرعب اللون بيرعب واخد بالك انت و500 واحد موجودين في الجمهور الموجود وخصوصا لو في اهداف في من بدايه الماتش بتبقى خلاص القصه بتبقى صعب الماموريه قوي علاء عنده اعداد ذهني نشوف المباراه طبعا وبعدين نتفرج عليها كجهاز نتفرج عليها كلعيبه صحيح ونقط الكابتن الاهلي كتاب مفتوح لكل حد بالظبط فمهما انت شفته الأهلي. انت مهما شفته لكن فك ما فيش هي دي وين في مشكله مين مش حافظ عبد الله السعيد لما الكره تيجي في رجله هيعمل بيها ايه او وليد ازارو او في مشكله في النادي الاهلي يا ميدو كمان في مشكله في النادي الاهلي الانديه الثانيه حتى الانديه الكبيره يعدي شوط من غير اهداف وندخل في ربع ساعه وكده بتبقى الدنيا خلاص انما النادي الاهلي مشكلته ان لغايه اخر دقيقه بالظبط هو حاطط في دماغه انه عايز انت فاهم ازاي فدي خطوره ما ينفعش فرقه ما تنتبهش ال 90 دقيقه للنادي الاهلي غير الانديه الثانيه في كمان حته مهمه جدا كمان نبيده العامل البدني طبعا يعني اتكلم كابتن حشيش واتكلم وشكرنا انيس الشعلالي بصراحه بصراحه يعني العامل البدني كمان بالنسبه للداخليه هل يقدر ان هو
عنده من العامل البدني اللي يقدر يستحمل 90 دقيقة ويمكن بوقت إضافي كمان ضد التيارات النادي الأهلي اللي احنا كنا البدنية والفنية بقى مع بعض والحلول والحلول اللي حضراتكم لمتوا فيها واللي اتعرض على شويه يعني احنا بنتكلم مثلا على الشاشه بكره الاختراقات من اليمين وال 70% مدافع و 30% مهاجم اللي بيلعب مدافع الانديه الكبيره بيخسر كمان صحيح قاعده صحيح قاعده واستثناءاتها قليله وبيخلص سكور كمان بيخسر سكور وبعدين انا ما اقدرش كمان اجري النادي الاهلي من قدام لان احنا يعني الترجي بجله قدره والوداد بجله قدره لما بدلوا النادي الاهلي من قدام النادي الساحلي ايه اللي حصل دول بردك عندهم باع كبير في افريقيا بشكل كبير انا ضحكوا انا وانا قاعد بتفرج على ماتشات اهلي ما بكونش عندي استوديو بروح اتفرج على في الكافيهات يعني قاعد في وسط الناس الدنيا بتبقى جميله جدا فالجول بيتاخر فانا بقاعد اي هجمه بروح قايم غصب عني فالناس يقول لي يا كابتن هنكسب يا كابتن لسه بص لسه في الدقيقه 90 جاي بص الثقه بتاع جمهور النادي الاهلي الثقه غريبه انا خايف الثقه بتاع جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما ما بيخذلهمش لا ما بتخافش اقول لك يا بيدو ليه بقى لان يعني في احترام للخصم بشكل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين يعني لما حسام بيتكلم على الفرقه اللي هيقابلها بيقول لك انا بحترم الفرقه بحترم الخصم وبدي له حقه الاحترام ده هو اللي بيدي قيمه طبعًا النجوميه طبعًا للاهلي طبعًا انت طبعًا لما تحترم الخصم زمان كنا نقول لك ايه يا عم فرقه ضعيفه هتكسب في اي وقت بيحترمه بينزل له الدنيا تتقلب وممكن تتقلب عليك والتاكيد لكلامك بص اول ربع ساعه للنادي الاهلي دايما في اي ماتش بيعمل ازاي بالظبط لازم بيبين زي ما بيقولوا ايه العين الحمراء واضح على اللعيبه من خلال حتى من خلال شكله صحيح لعيبه النادي الاهلي تلاقيه صحيح ما بيضحكش لا لا واخد باله جد اشتغل صحيح عايز الجول اوريدي يجي عشان بقول لك متمثله طبعا مسؤوليه كبيره متمثله في مين حتى تاكيد لكلامك ان ما بيضحكش عبد الله السعيد يجيب جول ما يجيبش جول لا مكشر على كل حتى حسام البدر راجل جديه طبعا حسام صعب قوي تطلع بالعافيه وقتنا خلص لك كده يا كابتن ميد وده احنا شرف بيك دايما يا كابتن ربنا يخليك يا رب دايما منورني وشرف لك يا حبيبي كابتن محمد منورني وشرفني شكرا ميد وسعيد اني شفتك النهارده بعد غيبه ونشوفك الايام الجايه ان شاء الله ربنا يخليك باذن الله ربنا يخليك يا رب مباراه الاهلي والداخليه بكره تحيه كبيره جدا 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 زي ما انتم عايزين تقولوا للكابتن حسام البدري اللي حصد لغايه دلوقتي 69 نقطه من غير جمهور وحطوا تحت من غير جمهور دي مليون خط احمر الجمهور بيحرك وبيطلع من لعيبه 40% مفيش اي حد يعرف يطلعه منه ولا مدرب ولا حتى جوارديولا نفسه الكابتن حسام بدري بيلعب باللعيبه ناقصين 40% اللي هي قوه الجمهور والدفعه الكبيره للفريق عشان كده دايما نقول الكابتن حسام بدري عامل انجازات من غير جمهور تخيلوا بقى لو في جمهور مع الكابتن حسام بدري وفرقته ان شاء الله بكره مباراه يستكمل فيها النادي الاهلي انتصاراته مباراه كبيره جدا ان شاء الله النادي الاهلي يجتازها ويعدي كمان نقاط ويكسر ويحطم انجازات وارقام ما تنسوش بكره ان شاء الله في حد جامد جدا جاي لنا بكره مانويل جوزيه اسطوره التدريب في مصر الساحر والعبقري وزي ما انتم عايزين تقولوا بكره معايا ان شاء الله من الساعه 9 للساعه 12 استنوه عنده كلام كتير جدا واثار كتير جدا هيقولها لاول مره وتسمعوا كواليس ما سمعتوهاش قبل كده دايما بتنوروني وبتشرفوني تصبحوا على الف خير كيان الاهلي رمز الاهلي عزيمه الاهلي اصرار الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضايع سمير كمونة في الوقت الحاضر تصوير جول 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 بالمره في الدقيقه 94